نظرك. أسامة فيصل لم يشارك أساسي مع الزمالك. مع الزمالك. النهارده بيدفع بيه أساسية من البداية باتشيكو. هل برضو ده قرار صحيح ولا كان لازم يحط لعيب عنده خبرات؟ لا أنا يعني معلش مع احترامي طبعا فضل. أنا كنت شايف إن طبعا أسامة فيصل لعيب كويس جدا على المستوى المحلي ولكن برضو النهارده في مباراة صعبة زي كده أفريقيا لا كان صعب النهارده يبتدي بيه. أنا كنت ممكن النهارده أبتدي بمروان حمدي مفيش مشكلة. هاخد منه شوط كويس جدا لو برضو ليها تأثير هجومي لو ما كانش وفق بقى ألعب بأسامة بعد كده. أو ذوق أوباما من ثلاث كبيرة أو ذوق بن شرقي. أو ذوق بن شرقي لاعب برضو بن شرقي. بن شرقي برضو في حتة مركز رأس الحربة مميز لأنه بيتمتع بضربات الرأس هايل ومتمتع أيضا باستلام كورة وبيقف تحت ضغط يعني عنده مميزات رأس حربة كويس. وكان بقى يشتغل ممكن يشتغل بيوسف أوباما في الجنب الشمال لأن يوسف أوباما بيمتاز بالحتة دي يعني عايز برضو يشتغل في الجنب الشمال وبيدخل بيقدر يشتغل وانتوات كويسة مع الحتة دي. وأنا كنت شايف برضو إمام عاشور بوجهة نظري كان برضو يبتدي لأن برضو إمام بيمتاز بالتسديد وفي المباراة المحلية سجل أهداف كبيرة كتيرة يعني في الحتة دي. فالحتة بتاع أسامة فيصل برضو أنا كنت شايفها كانت هي بدري شوية بدري يعني شوية. بدري شوية النهارده هو يبتدي بيه ولكن هو كان برضو لازم يدي فرصة لمروان حمدي لأن برضو مروان حمدي جاي على فرقة كبيرة فرقة نادي الزمالك كان لازم يديله فرصة مرة واثنين وثلاثة بحيث انه برضو يقدر يحكم عليه من خلال برضو تجربة افريقية بالظبط.